بالنسبة للأجواء الرمضانية هي طبعا الأجواء الحلاوة ضروري منها يعني في رمضان، خاصة البكلاوة والبلح الشام يعني بصفة عامة الحلويات مهمات وحاجات مهمة في الصفرة. في فرق في الأسعار السابق والأسعار تو في رمضان راقية، مش حاسس أن رمضان في تغير في أمور الفلوس تقريبا أو الدولار حاجة من المثيل. كان هذه ان البضاعه كلها اغلى من عام اول، فهمت؟ بس شنو نحن حاولنا نقرب وما نقوش على الزبون واجد يعني، فهمت؟ وبالنسبه للاكثر حاجه ماشي عندنا البلح الشام والقطايف، هذه حاجات رمضانيات يعني، هذه ندير في رمضان بس. البكلاوه موجوده يعني طول السنه، بس بالنسبه للزبون السنه هو اقل شويه، مش كيف عام اول يعني، حتى الرواتب ما فيش، وضع المواطن شويه هيك يعني، فهمت؟ الحلويات في رمضان طبعا تمت حاجه اساسيه يعني، فهمت؟ لازم المواطن يجينا، لازم يومي قبل الفطور يجي ياخذ منها اي حاجه، اي حاجه ياخذها، المهم ياخذ حاجه حلوه هي تقعد على السفره يعني، فهمت؟ ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. في اقبال كبير من الناس برغم ان الاسعار زايده عن السنه اللي فاتت على السنه اللي قبلها. ضروري عاد جو كل يوم انا وناخذه من البلح الشام والبكلاوه اللي ضروري مني في كل سفره، وما شاء الله الحق يعني معاملتهم تبارك الرحمن، وان شاء الله ربي يوفقهم ويساعدهم، وان شاء الله سنه خير عليكم وعلينا باذن الله. كعادتنا اللي احنا الليبيين كل يوم ضروري نكونوا في داخل الحلواني ناخذوا في حاجه حلوه باش مع القهوه، وطبعا ضروري منها. الاسعار السنه صح اغلى من عام اول شويه، لكن من كثره الاسعار من المواد والدولار اللي راقي هو اللي خلى المواد كلها راقيه. المصا شراك العام طيبين.